ذكرنا في ملخصاتنا السابقة أن وجهة نظر ديلان تجاه باران قد تغيرت. لقد أوضحنا أيضاً مدى فعالية تصرفات باران في هذا التغيير. في واقع الأمر، نجح باران في إثارة إعجابنا، ناهيك عن ديلان، بأفكاره الجميلة وقلبه الطيب. فماذا ينتظرنا في الحلقة القادمة؟ ماذا سيحدث بين الاثنين؟ الاتصال الأول، حسن، أزاد، جيهان، دريا. إذا حاولنا سرد الأشرار، فلن نتمكن من الانتهاء منهم. ومع ذلك، بالإضافة إلى كل هذه الأشياء السيئة، هناك أيضاً أشياء جيدة ستدفئ قلوبنا في المسلسل. أولها كان القرار الذي اتخذه باران. فاز باران بقلوب الجميع بتبنيه يتمين. يمكننا القول أن ديلان، الذي كانت لديه شكوك بشأن باران، اتخذ قراره الآن. باران ليس الشخص السيء القلب والقاسي الذي يعتقده. إنه مجرد رجل طيب القلب يجب أن يبدو هكذا. ستؤثر أفكار ديلان المتغيرة أيضاً على اهتمامه بباران، وسيقترب الاثنان خطوة بخطوة في الحلقات القادمة. وهذا الوضع ينطبق أيضاً على باران. يتفاجأ باران أيضاً بمثل هذه المرأة الطيبة. تزدهر ديلان مثل الشمس وسط كل هذه الفوضى والشر، ومن المستحيل عدم رؤيتها تألق. يمكننا القول أن باران كان مفتوناً بجمال ديلان بالفعل. لقد انتهى حسن وبدأت دوريان. تحدثنا عن مواضيع رومانسية جميلة، وكما ذكرنا فإن هذه سوف تتزايد بشكل متزايد في الفصول القادمة. ستؤثر هذه الرومانسية والتقارب على ديريا أكثر من غيرها. سوف تغضب ديرياً عندما ترى الرجل الذي تحبه يقترب من امرأة أخرى. سوف يرغب في القضاء عليه في أسرع وقت ممكن. ومع ذلك، هناك حقيقة تصدم داريا أكثر. ديلان ليس بلا مأوى على الإطلاق. يحميها باران بأخذها تحت ذراعيه في كل فرصة. هذا الوضع سوف يثير حفيظة داريا أكثر. سوف تخرج داريا عن نطاق السيطرة أكثر فأكثر. يجب على ديلان وباران توخي الحذر بشأن هذا الخطر، لأنه لا يوجد شيء لا يستطيع العاشق المهووس فعله. ذكرنا في ملخصاتنا السابقة أن وجهة نظر ديلان تجاه باران قد تغيرت. لقد أوضحنا أيضاً مدى فعالية تصرفات باران في هذا التغيير. في واقع الأمر، نجح باران في إثارة إعجابنا، ناهيك عن ديلان، بأفكاره الجميلة وقلبه الطيب. فماذا ينتظرنا في الحلقة القادمة؟ ماذا سيحدث بين الاثنين؟ الاتصال الأول، حسن، أزاد، جيهان، دريا. إذا حاولنا سرد الأشرار، فلن نتمكن من الانتهاء منهم. ومع ذلك، بالإضافة إلى كل هذه الأشياء السيئة، هناك أيضاً أشياء جيدة ستدفئ قلوبنا في المسلسل. أولها كان القرار الذي اتخذه باران. فاز باران بقلوب الجميع بتبنيه يتمين. يمكننا القول أن ديلان، الذي كانت لديه شكوك بشأن باران، اتخذ قراره الآن. باران ليس الشخص السيء القلب والقاسي الذي يعتقده. إنه مجرد رجل طيب القلب يجب أن يبدو هكذا. ستؤثر أفكار ديلان المتغيرة أيضاً على اهتمامه بباران، وسيقترب الاثنان خطوة بخطوة في الحلقات القادمة. وهذا الوضع ينطبق أيضاً على باران. يتفاجأ باران أيضاً بمثل هذه المرأة الطيبة. تزدهر ديلان مثل الشمس وسط كل هذه الفوضى والشر، ومن المستحيل عدم رؤيتها تألق. يمكننا القول أن باران كان مفتوناً بجمال ديلان بالفعل. لقد انتهى حسن وبدأت دوريان. تحدثنا عن مواضيع رومانسية جميلة، وكما ذكرنا فإن هذه سوف تتزايد بشكل متزايد في الفصول القادمة. ستؤثر هذه الرومانسية والتقارب على ديريا أكثر من غيرها. سوف تغضب ديريا عندما ترى الرجل الذي تحبه يقترب من امرأة أخرى. سوف يرغب في القضاء عليه في أسرع وقت ممكن. ومع ذلك، هناك حقيقة تصدم داريا أكثر. ديلان ليس بلا مأوى على الإطلاق. يحميها باران بأخذها تحت ذراعيه في كل فرصة.
هذا الوضع سوف يثير حفيظة داريا أكثر. سوف تخرج داريا عن نطاق السيطرة أكثر فأكثر. يجب على ديلان وباران توخي الحذر بشأن هذا الخطر، لأنه لا يوجد شيء لا يستطيع العاشق المهووس فعله. زواج باران وديلان المزيف سيتحول إلى حقيقة. تستمر الإثارة بأقصى سرعة في سلسلة زهور الدم، ومهما كانت الخطط الشريرة التي خططها حسن، إلا أن باران تمكن من التغلب على كل هذه الصعوبات. قلنا في ملخصاتنا السابقة أن وجهة نظر ديلان بشأن باران قد تغيرت، ومع ذلك فإن الصعوبات التي يواجهها الزوجان لا تقتصر على تصرفات حسن. بدأ أزادي بالتشكيك في زواج ديلان وباران. إن الشك في أن باران قام بزواج مزيف يمكن أن يغير كل الموازين. فماذا ينتظرنا في الحلقة القادمة؟ يجب على باران إثبات الزواج. أحدث لطف باران معجودة زلزالاً هائلاً في القصر. على الرغم من أن آزاد أصبحت مجنونة بهذا الموقف، إلا أنها لا تستطيع قول أي شيء لباران. ومع ذلك، يجب على آزاد أن يعوض عن ذلك بطريقة أو بأخرى. لهذا السبب سوف يستهدف آزاد الزوجين. مشكلة آزاد هذه المرة هي معرفة ما إذا كان هذا الزواج حقيقياً أم مزيفاً. وبطبيعة الحال، فإن باران لا يريد أي وصمة عار على الزواج. لهذا السبب يجب عليه تكثيف لعبة زواجه مع ديلان. سيفعل باران ذلك سواء وافق ديلان على ذلك أم لا. بالطبع، تصرفات باران القسرية ستكسر قلب ديلان. هذا هو المكان الذي ستصبح فيه الأمور غريبة. مشاعر باران. في العادة، يتصرف باران دائماً كشخص قاس وعديم المشاعر. ومع ذلك، بعد فترة طويلة، سيتغير موقف باران بطريقة مثيرة للاهتمام. سيشعر باران بالغرابة الشديدة بسبب سلوكه تجاه ديلان. سيشعر بنوع من الرغبة في تخليص نفسه. ورغم أن باران يسمي هذا الشعور بالضمير، إلا أن الأمور ليست كذلك على الإطلاق. السبب الذي يجعل باران يشعر بالسوء تجاه ديلان هو حبه لها. باران لم يقبل هذا الوضع بعد، ومن غير المتوقع بالطبع أن يتحول هذا الزواج الذي بدأ قسراً إلى علاقة حب. ومع ذلك، فإن جمال ديلان وبراءته قد سرق قلب باران بالفعل. لذلك لا يمكننا القول أن النار قد اجتاحت المدخنة بالفعل، وسيستمر هذا الوضع الرومانسي بين ديلان وباران في التزايد في الحلقات القادمة.